محترم سيد الرئيس، سيد الوزير، سيد الوزير المحترم، الوزارة ديالكم كتبني وكتصلح الملاعب، جامعة الترابية كتبني كذلك وكتصلح الملاعب، خاصة ملاعب القرب. واش كاين شي تنسيق بيناتكم وفصلوا الشراكات في إنشاء الملاعب؟ شكرا سيد الرئيس. شكرا، تفضلوا سيد الوزير الجواب. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد نائب على السؤال المهم. المهم حيت هذه الرياضه هي اختصاص مشترك بين الجامعه الترابيه والقطاع، وحنا كقطاع مشتغلين يد في اليد مع وزاره الداخليه باش ننزلوا واحد اتفاقيه للممارسات الاختصاصات المشتركه في المجال ديال الرياضه مع الجامعه الترابيه وخاصه الجهات. وهنا بغيت نقول ان هذا القطاع هي مساله مصيريه بالنسبه ليه انه يكون قطاع نموذجي من حيث هذه الاتفاقيه. وحاجه ثانيه اللي بغيت نقولها، بغيت نشير لذاك التقرير ديال اللجنه ديال النموذج التنموي الجديد. الى قريتو غادي تلقاوه عليه، كيلح على واحد المساله مهمه جدا هي لا سوبسيدياريتي. اسمحوا لي ما عرفتش نقولها بالعربيه، تفريح. ما نعطيوش المركز مهمه اللي تقدر الجهات تكلف بها، وما نعطيوش الجهه مهمه اللي يقدر الاقليم يتكلف بها، وما نعطيوش الاقليم مهمه اللي يقدر المحلي يتكلف بها. الامور واضحه. شكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد نائب محترم. شكرا. بداية أهنئ المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة على فوزه بكأس البطولة العربية، وكنهنئ المدرب الوطني، وكذلك نهنئ المنتخب الوطني للجيدو على حصوله على نتائج جيدة في البطولة الإفريقية. سيد الوزير، حقيقة هناك مجهودات جبارة كتقوم بها الوزارة ديالكم في تعميم الملاعب الرياضية، الا ان هناك بعض الاقاليم حقيقه اللي كتشتكي حقيقه من انعدام هذه الملاعب، واخص بالذكر اقليم سيدي قاسم لاغلب الجامعات ديال الجامعات القرويه كتعاني من انعدام الملاعب الرياضيه، ومع العلم ان هناك رؤساء جامعات مستعدين باش يتعاونوا مع الوزاره ديالكم بتوفير العقار لتوفير هذه الملاعب. بالاضافه سيد الوزير، نطلب من الوزاره ديالكم يعني ما تزيد تبني في القاعات الرياضيه اللي في الحقيقه لتشجيع بعض الرياضات الفرديه، اللي الحمد لله المغرب كيتوفر على ابطال في هذه الرياضات اللي كيمثلوا المغرب احسن تمثيل. السيد الوزير المحترم، هناك بعض الملاعب الرياضيه على الصعيد الوطني اللي في الحقيقه ولات في واحد الوضعيه يعني مزريه يعني نظرا لانعدام الصيانه، وهنا كنطالب بالوزاره ديالكم الدخل والتنسيق مع المجالس الجماعيه باش هذا يعني لتاهيل هذه الملاعب. وشكرا. شكرا. هل هناك تعقيبات اضافيه في هذا الموضوع؟ لا يبدو. تفضلوا سيد النائب المحترم للعداله والتنميه. شكرا السيد الرئيس. سيد الوزير، كاين وقفات احتجاجيه بسيدي معروف عين الشق على اغلاق ملاعب ديال القرب اللي هي تابعه للجامعه وتابعه للوزاره ديالكم. في المقابل مفتوحه ملاعب اخرى اللي كتخلص ب 500 درهم للساعه، وكتستغل 13 ملعب على فوق الاراضي المملكه المخزنيه والملعب الكبير ديال سيدي معروف. فهاد الشباب اليوم تيحتجوا وتيقولوا واش كورونا كتجي فقط للفقراء وما كتجيش للاغنياء؟ علاش هذوك اللي تيخلصوا 500 درهم مفتوحين اليوم ملاعب القرب، وهذو اللي ما تيخلص اللي هما ملاعب مجانيه لفائده المواطنين مسدودين؟ شكرا. شكرا. هل هناك من تعقيبات اضافيه؟ طيب تفضلوا سيد الوزير على الجواب على التعقيبات إذا كانت أجوبة. سيد الرئيس، باختصار شديد، كاين خصاص في هادشي ديال ملاعب القرب، وعرفتوا هذاك البرنامج ديال 800 ملعب، بين لينا أن هاد الخصاص أكبر وأكبر جدا من هاد البرنامج اللي كنا كنظنوا بأنه راه كبير. كاين خصاص مهول. وثاني حاجه بالنسبه للتدابير الاحترازيه، هادشي كيتكلف به السلطات المحليه،
وطبعا ما كاين حتى شي ارتباط من بين الثمن اللي كيخلصوا الناس والهادشي راه ما منو والو. وشكرا. شكرا سيد الوزير. سؤال موالي خاص باختلالات سير ملاعب القرب للسيدات والسادة النواب المحترمين فريق الأصالة والمعاصرة. تفضلي سيدة النائبة المحترمة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير نسألكم عن الاختلالات التي تطال تسيير ملاعب القرب. وشكرا. شكرا سيدة النائبة. جواب سيد الوزير. شكرا سيدة النائبة. ملي قريت التقرير ديال النموذج التنموي بان لي بان هاد المفهوم ديال هاد الشراكه ما بين القطاعات المركزيه والجماعات المحليه اساسي جدا، وهذا الانفتاح هو اللي غادي يرصي هذاك الانتقال الديمقراطي اللي كنقلبوا عليه. وكانت جات كاين واحد ثلاثه ديال الانواع ديال الملاعب. كاين الملاعب اللي تابعه للقطاع، كاين اللي تابعه للجماعات، وكاينه اللي تحدثت في الاطار ديال لي ان دي اش المبادره. وهنا المشكل من نوعين. النوع الاول ديال المشاكل هي اللي كتعلق بالوعاء العقاري، وانتم عارفين هادشي راه تكلمنا عليه مرارا. وكاين المشكل اللي متعلق بالموارد البشريه. الموارد البشريه قلت لكم حنا هذا العام عندنا 50 ديال لي بوست بيجيتير اللي تزادوا لنا. وزاره تبارك الله فيها 5000 وغادي نزيدوا 50 واحد. كانت هذه الوزاره فيها 20000 موظف هذه 20 عام. دونك نتوما عارفين هذه المعطيات راه عندكم. فيما يخص الوعاء العقاري غادي خصنا نحاولوا نعجلوا هذا المشكل بشكل استباقي. وحنا في الوزاره في طور اعداد واحد لو شيما ديريكتور او باش نقولوا تما ديريكتور المديري، برنامج مديري لهاد البنيه التحتيه الرياضيه اللي غادي ننشئوها. وكاين ايضا فيما يخص الصيانه والاصلاح اعداد ديال واحد النظام برمجه متعدد السنوات دو بلورانيوال اللي غيتم فيه التدخلات ديال الاصلاح وديال الصيانه ديال كاع ملاعب القرب، واللي غادي يشمل تخصيص الميزانيه اللازمه حيت كيخصنا ملي نتفاوضوا مع وزاره الماليه نعرفوا اش بغينا حنا بعدا عاد نوصلوا لهذا النقاش. وشكرا. شكرا سي الوزير. تعقيب السيده النائبه المحترمه الاصاله والمعاصره. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير في الحقيقه الفلسفه اللي تم من خلالها خلق هذه ملاعب القرب هو اننا نخرجوا بالشباب اللي كينتميوا لفئات متوسطه وهشه من الجمعيات الاحياء الى الانديه ثم الى الاحتراف، ويكون هذا مدخل لاصلاح كروي شامل. لكن الاشكال اليوم سيد الوزير كاين في تسيير هذه ملاعب القرب. يتم تفويتها لشركات، شركه ولا عندها هاجس كبير ديال الربح وديال المجال الكروي، ماشي مجال فين تزيدوا. المجال الكروي خصو يكون هذه ملاعب القرب خصها تكون تحت الاشراف ديالكم بشكل مباشر، لان حتى التسيير ديال هاد الملاعب القرب ملي كنعطيوها لشركات ولا كنعطيوها لجمعيات رياضيه بين قوسين، ورد في التقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات تحدث عن مجموعه من الاختلالات، وتحدث على مندوبين عندكم في الوزاره ديالكم يتراسوا الجمعيات وكيسيروا هما ديك ملاعب القرب. هاد الاختلالات اللي كاينه في التسيير، وكاينه كذلك لا تخضع حتى في القانون الماليه اللي كنتحدثوا على مجموعه ديال الشروط اللي كيتحدث عليها باش نفوتوا مرفق عمومي من جهات معينه. في اختلالات بشكل مباشر كنحرموا فئات كبيره جدا من الشباب المغربي انه يولج هذه الملاعب بالمجانيه اللي هي الفلسفه الحقيقيه من اجل اللي تحدثت بها هذه الملاعب. اليوم سيد الوزير خص الاشراف ديال الوزاره ديالكم، خص قانون خاص لتسيير هذه المرافق، هذا خصو يخرج للحيز الوجود. ما نبقاوش نشتغلوا بهذه العبثيه ونعطيو لجهات معينه عندها اهداف ديال الريع الا بغينا نقولوا انها تسير هذه الملاعب، ونخليو هذه الملاعب اللي عطات الجماليه من بعض المدن. لكن اليوم كنهضروا مثلا على مدينه العرائش اللي مدينه كبيره وعريقه فيها اربع الملاعب كلهم بالبيطون، كلهم حتى الجماليه اللي تخلقت فيها ولا الهدف الحقيقي ما كايناش اليوم، والتسيير ديالها غامض ومفتوح وكل جماعه كتعمل اللي بغات. دونك الاشراف ديالكم سيد الوزير خصو يكون بشكل مباشر، وتكون فيه شويه ديال الحزم ونبعدوا شويه من الريع، لان الشباب المغربي يحتاج لهذه المرافق باش نخرجوا من الارهاب ونخرجوا من السلوكات ونخرجوا من المخدرات الصلبه، ويلتجهوا الملاعب اللي تكون على الاقل توفر شويه ديال شكراً. ديال شكرا سيد الرئيس. شكرا سيدة النائبه. هل هناك من تعقيبات اضافيه هذا السؤال؟ تفضل سيد النائب المحترم. مجموعة التقدم الاشتراكية. سيد الوزير اللي من أجلهم داروا هذه الملاعب وما مستفيدش منهم. سيد الوزير كاين استغلال بشع مادي بشع ديال كثير من الجمعيات بين قوسين
اللي كتدبر هذا المرفق هذا الرياضي. اليوم خصنا الصرامة عبر القانون لملا إحداث وكالة وطنية لها فروع جهوية وإقليمية غتدبر هذه الملاعب بالمجان للفئات المهمشة ودير فعلا واجبات لمن عليهم الأحقية والقدرة على الأداء، وهذه الموارد المالية دار بها الصيانة ودار بها البناء. شكرا سيد النائب المحترم. تعقيب إضافي للفريق الاشتراكي تفضلوا، الفريق الحركي تفضلوا سيد النائب. شكرا سيد الوزير. تكلمت سيد الوزير منذ قليل على المشروع ديال إنجاج أكثر من 800 ملعب قرب الصعيد الوطني بشراكة مع الجامعات، وقلت بأنه هذا المشروع ما كافيش. حنا متفقين معك يعني هذا المشروع ما كافيش، ولكن حتى 800 ملعب مازال ما شفناها والو. الجامعات ضحاوا وشراوا واختاروا ذاك العقارات، وهذه دابا أكثر من 3 ولا 4 سنين كنقولوا اليوم غدا الإعلان على الصفقة، وحتى حاجة ما كاين من هذا الشيء. بغينا توضحنا سيد الوزير، هذه الجامعات دابا داروا واحد المجهود وشراوا ذاك الأراضي علاش يكونوا على هذه الملاعب هذو، ولحد الآن الناس مازال كتسائل فين خرج هذا المشروع هذا ديال 800 ملعب. شكرا سيد الوزير. شكرا. هل هناك تعقيبات إضافية؟ نفس السؤال لا يبدو. عندكم شي جواب سيد الوزير على هذه التساؤلات؟ تفضلوا. باختصار شديد غير على البرنامج ديال 800 ملعب، 814 ملعب بالتدقيق، 600 مليون ديال الدرهم اللي تعبات. كاين شروع في الاشغال ديال البناء ازيد من 500 ملعب، وان شاء الله الرحمن الرحيم يكونوا واجدين في اواخر هذا العام 99 ملعب. هذه هي لا بريفيزيون اللي عندنا في هذه الساعه، ويمكن يكونوا اكثر ان شاء الله. وشكرا. شكرا سيد الوزير. سؤال موالي عن إحداث مؤسسات لدور الشباب بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري. تفضل سيد نائب محترم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمين، واخا تفضلوا نرجعوا له. تفضل السيد. عاود توقيت السيد الرئيس، اعاده التوقيت مازال ما بداش. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والساده النواب المحترمين، لا يخفى عليكم السيد الوزير المحترم الدور الذي تطلع به مؤسسات دور الشباب في تكوين وتاطير فئه الاطفال والشباب، علاوه على كونها فضاءات اختلاف وتبادل التجارب وتعبئة الجمعيات للمشاركة في إعداد المشاريع الوطنية. ما هي التدابير والإجراءات المتخذة من أجل إحداث مؤسسات لدور الشباب بالعالم القروي؟ وشكرا. شكرا. جواب سيد الوزير. سيد الرئيس، كتعرفوا التوجيهات الملكية السامية في هذا الاتجاه ديال العناية ديال العالم القروي. قطاع الشباب والرياضة كيتوفر حاليا على 646 تقريبا 650 دور الشباب، 43% منها كاينة في الوسط القروي، وكتستفد منها الجمعيات التربوية المحلية وفروع المنظمات الوطنية التنموية، وكتأثر فيها واحد الشريحة عريضة ديال الأطفال والشباب. وهنا بغيت نقول هاد دور الشباب راه كيشكلوا بحال دي أب ديال العالم الجمعوي، عندهم واحد الدور مهم جدا في التنشيط الجمعوي ديال الجهات اللي كيكونوا فيها. كاين ايضا المشروع اللي كنشتغلوا عليه، واحد البروجي بيلوت اللي غيكون ديال دور الشباب متنقله، حيت لاحظنا بان الولوج ديال الفئه ديال الشباب عنده مشاكل ديال التنقل، وما يمشيوش لدور الشباب الا ما كانش قريبه للمنزل ديالهم. اذا كنشتغلوا على واحد المشروع بيلوت ديال دور الشباب متنقله. وشكرا. شكرا. لا ريجي فاكرة التوقيت، ما شديتوش التوقيت ديال السيد الوزير. تعقيب السيد النائب. تفضل السيد النائب على التعقيب. مما لا شك فيه ان مؤسسات دور الشباب تكتسي اهميه بالغه نظرا للدور التنموي والابداعي والثقافي والتربوي والاجتماعي الذي يمكن ان تؤديه لفائده الشباب والطفوله والمجتمع ككل، خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية التي عرفت توقفا تاما لجميع الأنشطة الموجهة لتأطير الطفولة والشباب.
وإغلاقا لهذه المؤسسات التي كانت في الماضي مشتلا لإفراز نخب المثقفين والمبدعين في العديد من المجالات. وبالتالي فالمطلوب حاليا هو التسريع بإعادة فتح هذه المؤسسات بتنسيق مع المصالح الصحية المختصة، وإعادة البريق والإشعاع لهذه الفضاءات من خلال برامج وأنشطة تواكب الاحتياجات المتجددة وتسير المتطلبات الحقيقية والمتنامية للمستفيدين من خدمتها. وأعتقد أن العرض المتجدد الذي تشتغل عليه وزارتكم بتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة العامة في الميدان سيستجيب دون شك لانتظارات وتطلعات الشباب، كما نتطلع أن تنكب وزارتكم على تمكين المناطق القروية التي تفتقر إلى دور الشباب في هذه الفضاءات الهامة، إضافة إلى بذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بتوفير العنصر البشري لتأطير وتدبير هذه المؤسسات. وشكرا سيد الوزير. شكرا. هل هناك من تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ تفضلوا سيد رئيس الفريق الاشتراكي. السيد الوزير، من جهه كنأكد على المطلب ديال فتح ديال دور الشباب، من جهه ثانيه دور الحضانه ولا رياض الاطفال اللي هي تابعه للقطاع ديالكم تم الاستثناء ديال العاملين بها من مربيين ومربيات مؤطرة الصهور على تربيه الطفوله ديال البلاد ديالنا من الحمله ديال التلقيح ديال كوفيد 19. كنلتمس منكم القيام باللازم في هذا الباب. شكرا. شكرا. هل هناك تعقيبات اضافيه هذا السؤال؟ سؤال 26. لا يبدو. جواب السيد الوزير على هذه التعقيبات. شكرا سيد الرئيس. غير بغيت نقول بان في الاطار ديال داك التجاوب الايجابي اللي قلنا والتفاعل والحوار بين القطاعات المركزيه والجماعات المحليه، كنحثوا المجالس والجماعات المحليه على احداث دور شباب جديده وداخل المدار القروي، بما انه هدف استراتيجي ديال القطاع، وغادي تقوم كيلتزم القطاع ب سميتو التجهيز والتاطير ديالها، وباش نحاولوا نستجيبوا لهذا الخصاص المهمل. وشكرا. شكرا سي الوزير. السؤال الموالي حول الخصاص في المرافق الرياضيه للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق الاصاله والمعاصره. تفضل السيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، تعتبر المرافق الرياضيه عصب الممارسه الرياضيه من خلال ضروره توفير فضاءات رياضيه ملائمه ترقى للتطلعات وانتظارات المغاربه، لذا نسائلكم عن التدابير المتخذه لسد الخصائص في المرافق الرياضيه. شكرا. جواب سيد الوزير المحترم. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد النائب على هذا السؤال. كما قلت لكم، عنق الزجاجه ماشي هو الميزانيات ديال الاستثمار، عنق الزجاجه كيكون في الموارد البشريه والميزانيات ديال التسيير. هذا العائق الاول. العائق الثاني هو المشاكل ديال التوفير ديال العقار هنا، ولكن باش نجاوبكم مباشره كنخبركم بان الوزاره قامت في السنوات الاخيره باحداث واحد العدد هام ديال الملاعب القرب. وهنا ما كنتكلمش على البرنامج ديال 800، البرنامج ديال 800 كيمشي للعالم القروي، وخارج العالم القروي في المدار الحضري كاين واحد العدد ديال الملاعب اللي تشكلات. كما قلت، الوزاره كتدرس وكتشتغل على اخراج خريطه بناء وتجهيز المنشات والمرافق الرياضيه الى حيز الوجود، مما سيسمح بتغطيه المناطق التي لا تزال في حاجه للبنيه التحتيه الرياضيه، وخاصة أن القطاع خصو يعرف أشنو بغا هو براسو قبل ما يدخل في مناقشات وحوار مع الجماعات المحلية أو القطاعات الأخرى أو التمويل إلى آخره أو كاع الشركاء ديالنا الدوليين. خصنا نعرفوا حنا بعدا فين هو الخصاص وأشنو اللي بغيناه. وحاجة أخرى فيما يتعلق بالتدبير ديال هذه البنية التحتية اللي هو أساسي، حيت ما كنخلقوش هذه البنيات من أجل بناء الحيوط، كنخلقوهم من أجل برمجة التنشيط الشبابي والرياضي. وهذا التنشيط دابا كثرات عندنا البنية التحتية في بعض الجهات، مثلا الرباط، مثلا طنجة إلى آخره، وتبينات مشاكل جديدة، مشاكل ديال التسيير. هنا كندرسوا واحد الإمكانية اللي هي ديال الخلق ديال شركات ديال التنمية المحلية،
اللي غادي تدبر كاع هذوك البنيه التحتيه الرياضيه، و الى توفقنا في هذا المسطره هذه غادي نحاولوا نعموه ان شاء الله. شكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب السيد النائب المحترم. شكرا سيد الوزير. نسجل باسف عدم وفاء الحكومه في تسجيل برنامج الحكومي 2016-2021 بتحسين الولوج للرياضه وتعزيز الاشعاع الرياضي من خلال تنزيل الاستراتيجيه الوطنيه للرياضه، احداث بنايات رياضيه للقرب وتعزيز سياسه القرب الرياضي، تطوير تغطيه البنيات الرياضيه خاصه بالمدن المتوسطه والمراكز القرويه. كما نسجل سوء تدبير توزيع وتنفيذ اتفاقيه الاطار لتمويل برنامج انجاز حوالي 800 ملعب للقرب من المجال القروي والشبه الحضري بين سنة 2018 و2020، حيث لا تتضمن مذكرة توزيع جهوي الاستثمار المرفقي بقانون المالية للسنة المالية 2020-2021، إحداث أي مركز صيد رياضي للقرب بإقليم تاونت في مدن القرى ومراكز الصاعدة. كما نسجل بأسف كبير عدم وفائكم بإعطاء الأولوية للعالم القروي على مستوى تنفيذ برنامج القرب من أجل تمكين الشباب من فضاء ملائمة لممارسة الرياضة والتأخر في إنجاز عقد البرنامج متعلق بالحلبات المطاطية وفق المعايير الدولية. السيد الوزير، لقد ساهم الخصاص في المرافق الرياضة في انتشار الاحتقان الاجتماعي والإحباط والهجرة الجماعي في صوف ساكن إقليم توني، بدلا أن تكونوا جزءا من الحل أنتم جزءا من المشكل. شكرا. شكرا سيد النائب. هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ لا يبدو. سيد الوزير عندكم شي جواب؟ تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. انا متفق مع السيد النائب، راه كاين خصائص كما قلت، وهذاك البرنامج ديال 800 راه ما كافيش، وراه غادي نحاولوا نشوفوا هذا الاتجاه. كاين موارد بشريه، موارد استثماريه الى اخره، راه ماشي سهل، ولكن متفق معك. شكرا سيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسه.